السلام عليكم المشاهدين ديالي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اخباركم طيبه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا رمضان ان شاء الله يشفع لنا بالرحمه وبالصحه وطول الهنا وطول البال، والله يصابونا بكماله احنا والمسلمين كافه اجمعين. اليوم بنياتي بغيت نشارك معكم تقاليد الشهر اللي شتمل الهري، كل خير في محال، وغير حنا بغينا نشارك معكم نتقاسم معكم اي حاجه درناها. بسم الله على بركه الله. الشوكولاط هذا كنحتاجو للوليدات مع الحليب الفطروبي، وحنا كنديروه راكم عارفين الوليدات كيبقاو مساكن بنهار دايرين، كنديرو هاد الشوكولاط. هاد الخبرة ندير بحليب، وهذاك ديال الخبز، كريمة ديال الخبز. ايوا هاد القهيوة تا هي اللي بغا يدير كويسة قهوة، ولا كيبقى بنادم سهران ديرو كويسة قهوة ضروري كلشي عارفين راه اي حاجة. دابا التقضيه ديال الهريه، التقضيه ديال الشمل الهري ديال الشهر ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله الا كمل الله بخير. هادو الاساسيات، الاساسيين. هذه حتى هي ما يزيد لك تحتاجوها كاي التحليه ولا شي حاجه، راكم كلشي عارفين. اه ضروري كلشي كيتبغى. ايوا خدت هاد القريعه تاع الخل تا هما هي نديرو نفس الشعره، نديرو باغي نديرو منهم شويه ديال الحلوى وداكشي كاع اللي خاص، راكم كلشي عارفين داكشي علاش كيليق. هذا سبيسيال تاعو كويل نسيمنات، عاد حنا كنخطفو حاجه بحاجه. هذه الزبده، الزبده ديال العبار، ديال العبار يعني المسمن والملوي داكشي نبغاو نديرو بيه. كاينه زبده اخرى، واش تاع الزبده اخرى تاع هي ديال الطاسه تاع هي هي. هذا التي، تي دو جابيل حطيهم بوحدهم هذوك. تي دو جابيل بوحدهم ديال التنظيف، تي دو جابيل خليهم بوحدهم. هذه تخيطه، تخيطه ديال القهوه، راه كلشي كيعرف تخيطه ديال القهوه، تخيطه البلديه ديال القهوه. خليها نوري. تخيطه ديال البلديه، هذه القهوه المعطره، قهوه المعطره كتعطي ريحتها منين ومنين. ها انتم، ها انتم راه فيها البديانه، فيها خرقوم عرق، فيها الكوزه، سكينجبير، فيها خنجلان، فيها الكوزه، فيها كلشي مخلطه من كلشي، نافح، قرفه، كلشي، الزهر البياض، كلشي فيها معطره، كتجي من داكشي ما نقولش لكم عليه. هادي دابا غير تنقيها وتصفيها، تنقيها وتسيح وتغسل وتطحن تمشي تشعر. هادي انا عزيزاك ما تبقاش من هادي في رمضان. خدت هذا نص كيلو ديال اتاي، هاكا باكيه ديال السنيده، باكيه ديال الخميره، الخميره كلشي عليا. هذا السميده رقيقه وسبيسيه، هذه باكيه ديال هادو كيلو 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 كيلو، هذه باكيه ديال الخمارات ديال الحلوى، هذه قرعه ديال شامبوان صغيره، هذا حك ديال مطيشه، القهوه، ايوا خد السكر، هذا ثلاثه. حنا كنشربو القالب، نعزز علينا السكر ديال القالب، نزار ضروري القالب. والله الا نزار ضروري القالب، نهرس القالب مابغاش نزاربي. اتاي ضروري في رمضان. هذا كيلو ديال الشعيقه ديال السفه، راه هنا هذه كيلو ديال الشعيقه الحريره، ها هي سميه. هذا 3 كيلو ديال الحمص، هذا غادي نقيوه ونرطبوه ان شاء الله. 3 كيلو ديال الحمص هذا، هذه العطريه ودياتي، هذه عطريه، هذا خرقوم عرق، خرقوم بلدي، هذا ما كنقالوش منه، راه زوين الحريره، هذا راه كتجيبي الحريره زوينه. ما كنديروش حنا داك الخرقوم ديال الكعك، الكعك ما كنديروش. هاي التحميره، انت امك ما تبقاش من التحميره، ضروري التحميره عندي. ضروري كتحتاج. هذا القرفه خدت غير عواد، غير عواد، هادي ديال النصيب، عندنا المطحونة، كاينة مطحونة، غير هادي عواد. إيوا هادا البزار،
هادشي رابعه رابعه ياك رابعه رابعه هادي بزار هذا خلقوا معك خدته على جوج هذا بلدي وهذا رومي هذاك سكين جبير سكين جبير هذا بلدي وهذا رومي ها هما رابعه رابعه ايوا بديتو هاد الفيديو ديال الزيت كلشي على الزيت الفيديو ديال الزيت ايوا خدت واحد الخنشة ديال 10 كيلو ديال الحلوى هادي ديال الحلوى هادي خدتها على الخبيز واو الحلوى المسمن الشكار الكيكة انا طاحنا القنفة طاحنا فارينة تما ماي الخير انا عزيت شي ديال الدار غسلته كرمته ونقيته وطحنته وجمعته هذه كناخذها غير الكيكه والسمان والشكار وشي حاجه هكايا داكشي ما ما تاع الخبز ديال الحلوه وداكشي الحلوه ديال الخبز بوحدو ايوا البنات خدت هاد الكرتونه ديال التمر ها هي هادي فيها 5 كيلو هادي 5 كيلو ب 3000 ريال 600 ريال الكيلو هادي اختها عاد غادا نزيد هادي قلنا عنبداو بها ان شاء الله سيدنا رمضان وعاد عاد نزيد ثاني ان شاء الله يا ربي دخلوا علينا بالصحه والسلامه والسلامه والهنا وطول البال وبالصحه وبالكمال نصومو كامل ان شاء الله ان شاء الله لو المسلمين كافه اجمعين ايوا خدت هذا جيترونس ديال جابي اتشي تاع غوايا واحد الكيلو ديال التيت ايوا هانتوما بنياتير هادو هما الاساسيين عندنا عندكم راح ديالي جبت هادو هما الاساسيين باش ما نبقاش كل مره غادا للحانوت ايوا داكشي بنياتي تاع الحليب ودانون والفرماج وداكشي راه والبيض داكشي كل مره كنجيبو تاع 3 ايام 4 ايام وكنجيبو ثاني ما كيتقاش الواحد راه واخا تجيبي اللي تجيبي ضروري خصك اللي خرج يجيب هذا رمضان راه مبروك تبارك الله كيعود اللي تشها شي حاجه كيجيبها للدار ماشي بحال الفطار اللي تشها شي حاجه ياكلها في الزنقه ويجي تقول كل شيء يجيب للدار تبارك الله راه مبروك كيدخل براكس وبخير وبخميره الله يذوقهم علينا ايوا هذا بنياتي ايوا توا بنياتي راه هاد هي تقالت مرحيه كل يمشي على قدو راه هاد الشهر بنيتي دايز بالعاطي الله الانسان هذا شهر العباده ماشي شهر الماكله ماشي الانسان يبقى غير جيب 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 راه بزاف راه هاد الشيء اللي قلت لكم الثمن تاع هذا والله تعجبوا راه كلشي غالي الانسان يتمشى على قدو والله يصوموا على كماله وهذا شهر العباده ماشي شهر الماكله كاين اللي كيسمع رمضان كيبقى جيب 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 كيعمر في الثلاجه يعمر يدك واني راه داكشي ما صالحش الانسان ياكل على قدو اللي غياكل الانسان كيعرف اش منين يجي راه الانسان كيوصلوا وصلوا فين ما كان الاساسيات هما هادو الاساسيات راه حنا جناهم هما هادو اللي خرج بحال يجيب راه ضروري من المجيبه زعما شي ثاني بغا تشري حتى حاجه ضروري اللي خارج يجيب راه باقي الزيتون راه باقي الفرماج باقي الحليب باقي بيض باقي راه شحال باقي حنا هذا اللي جدنا من هنا قلنا نتقاسموا مع بنياتي ونوريهم حتى حنايا داك الشيء اللي تقدينا وهذا الشيء اللي كاين ايوا بنياتي السلام عليكم والله يصومكم هذا الشهر بالصحه والهنا وطولة البال ويصومنا بكماله ويعطينا صحيحتنا ونأديو الصلوات ديالنا في وقتها راه شهر العباده هذا ماشي شهر الماكله راه شهر العباده والسلام عليكم نياتي والله يدخل عليكم باش ما بغيتو تمنيتو والسلام عليكم